من ضمن الأسئلة، لو معايا 500,000 جنيه ومش محتاجهم لسنة كاملة، هل أشتري ذهب ولا دولار على 38.5؟ ولو الذهب هو الأفضل، أشتري سبائك 20 جرام عيار 24 ولا جنيهات ذهب أحسن كاستثمار؟ وهل فعلا إن سلم أفضل من بي تي سي ولا بي تي سي هي الأفضل؟ الحقيقة طبعا إنه من وجهة نظري الذهب أحسن لسببين. أولا إن العملة مش المفروض الناس تتاجر بيها، لأن ده بيدمر اقتصاد البلد، وطبعا ممكن لا قدر الله ان يكون في طبعا في قضيه موجود عليك. بالنسبه لي سعر الدولار في الذهب بيبقى اعلى 2 جنيه، يعني مثلا في الوقت الحالي الدولار في الذهب تقريبا مصنف ب 40.5، وحضرتك هتشتري ب 38، فانت تخسر 2 جنيه على كل دولار. فعشان كده بيكون الاستثمار في الذهب من ضمن الامور الكويسه، ودي من ضمن الحاجات فيجب انك تاخذ ده في الاعتبار. بالنسبه للسبيكه الافضل بالعكس، تلاحظ ان سبيكه سلمى سعر مصنعتها افضل من مصنع بي تي سي. الفرق ما بين المصنع والكاش باك تبع بي تي سي 31 جرام للجنيه، جنيه للجرام، والفرق ما بين المصنع والكاش باك سلمى 21 جنيه للجرام، كله في الاخر ذهب. ولكن انا ما زلت مع بي تي سي، ودي نصيحتي، ونوع ما بين الاستثمارات بتاعتك، ولكن خلي بالك من الدولار، انك مش هتعرف تجيبه من البنك، هتعرف تجيبه من السوق السوداء، فدي فيها اشكاليه كبيره، فخليك في الذهب افضل.